بسم الله الرحمن الرحيم، مكملين مع بعض في الدرس الثالث من الفصل الثاني، القوى المتبادلة بين سلكين أو بين الأسلاك. سؤال 27 بيقول لك في الشكل الموضح تكون النسبة بين القوى المؤثرة على السلك X، القوى المؤثرة على السلك X، القوى المؤثرة على السلك Y. طبعا احنا عارفين لو احنا عندنا سلكين متوازيين يمر فيهما تيار، فانت عندك بتنشأ بينهما قوة مغناطيسية. القوة دي بتكون قوة متبادلة، بمعنى ان كل سلك بيأثر على السلك التاني بنفس القوة ولكن اتجاه القوة بيختلف. فانت عندك هنا التيار في السلكين في نفس الاتجاه، وبالتالي القوة اللي هتنشأ بينهم قوة تجاذب، نتيجة ان كثافة الفيض خارج السلكين بتكون اكبر من كثافة الفيض بين السلكين. فكل سلك بيتحرك من الموضع الاعلى في كثافة الفيض للموضع الاقل، يعني هيتحرك السلك ده يتحرك من الموضع ده للموضع ده كده، السلك ده يتحرك من هنا لهنا كده يعني، ومقدار القوتين دول متساوي، ال F1 بتساوي ال F2، أو القوة اللي بيأثر بيها السلك ده على ده بتساوي القوة اللي بيأثر بيها السلك ده على ده، وبالتالي أنت عندك هنا هتبقى النسبة دي 1:1. 28 الشكل بين المقابل يمثل العلاقة بين القوى المغناطيسية المتبادلة بين سلكين طويلين متوازيين لكل وحدة أطوال منهما. طبعا انا عارف ان القوة المتبادلة دي الاف بتساوي الميو في الاي 1 في الاي 2 في ال على 2 باي دي. الميو اللي هو معامل النفاذية المغناطيسية الوسط، تيار السلك الاول شدة التيار في السلك الثاني، الطول المتقابل بينهما. وزي ما قلنا الطول المتقابل معناه الطول ده، ليه الطول ده؟ لو انت عندك سلكين كده فالفيض المؤثر على السلك ده هيكون في الجزء ده بس، ناتج من السلك ده وبيأثر على الجزء ده، والفيض اللي بيأثر من السلك ده على السلك ده هيكون برضو في الجزء ده بس، وبالتالي الطول المتقابل هو الطول ده اللي هو الطول المعرض، الطول المعرض للفيض المغناطيسي. وشرحناه قبل كده، قلنا لو احنا عندنا مجال مغناطيسي في الحدود دي، عندك فيض مغناطيسي كده وعندك سلك، السلك ده طوله L والجزء المعرض للفيض اللي هو الطول ده X، فلما تيجي تجيب القوة المغناطيسية المؤثرة على السلك ده هتبقى B في الـ I في الـ X مش في الـ L، لأن الـ L ده مش معرض كله للفيض المغناطيسي. المهم ال L ده الطول المتقابل وعندك ال D اللي هو البعد ما بين السلكين. لو انت قسمت على الطول المتقابل فانت عندك هنا بتجيب القوة لكل وحدة أطوال، يعني بتقسم القوة الكلية على الطول بتاع السلك، وطبعا هنا الطول المتقابل يعني، وفي الأسئلة اللي شبه دي بيكون الطول المتقابل هو هو طول السلك، يعني بيكون السلكين كده بكلهما لهما نفس الطول وبيكونوا متقابلين في الأسئلة دي. وبالتالي لما بتقسم على ال في الطرفين فانت هنا بتجيب القوة لكل ايه، لكل متر او لكل وحدة اطوال على حسب هو بالمتر ولا بالسنتي. احنا هنا رسمنا علاقة بين الاف على ال وما بين الواحد على الدي. الاف على ال بتساوي ميو في الاي 1 في الاي 2 على 2 باي في 1 على الدي. لو انت عندك ده ثابت، الاي 1 التيار اللي بيمر في الاول التيار اللي بيمر في الثاني والوسط ما اتغيرش فده ثابت، فلما بتيجي ترسم العلاقه ما بين ده وده بتكون علاقه خط مستقيم بادئ من الصفر ولكنه منقط هنا. ليه منقط؟ لان انت لو عندك الواحد على الدي بتساوي صفر معنى كده ان الدي بما لا نهايه، فبنقطه من عند الصفر. والميل بتاعك هو ده، طبعا العلاقه دي شبه العلاقه دي، الواي بتساوي ام اكس، الاكس مكان الواحد على الدي والواي مكان الاف على ال، وبالتالي الميل بتاعك هو المقدار ده. بيقول لك هنا اذا كانت شده التيار المار بالسلكين لها نفس القيمه يبقى الاي 1 بيساوي الاي 2، فان شده التيار المار باي منهما تساوي. هنعمل ايه؟ هنجيب الميل ونساويه بالمقدار ده. لما نجيب الميل ونساويه بالمقدار ده هنقدر نجيب التيار. طيب الميل هنا اجيبه ازاي؟ النقطه دي 0 و0، النقطه دي 20 و2، يبقى انت عندك هنا
الميل عبارة عن دلتا اف على ال في 10^5، ما تنساش تضرب في 10^5 على دلتا 1 على دي، او احنا قلنا لو بدأ من الصفر وصفر فدلتا اف على ال على دلتا 1 على دي هي نفسها اف على ال على 1 على دي، وبالتالي 20 ناقص او 2 ناقص صفر على 20 ناقص صفر هي نفسها 2 على 20، وبالتالي انت عندك هنا 2 في 10^5 على 20 بيساوي المقدار ده، ميو على 2 باي عبارة عن 2 في 10^7، اي 1 والاي 2 متساويين تبقى اي تربيع. بعد كده صفر هيبقى ده 10^6، بعد كده هيجي هنا هنشيل ده مع ده يتفضل 10^1، وبالتالي عندك هنا الاي تربيع بتساوي 1/2 × 10^1 او 10 على 2 هيديك 5، وبالتالي الاي بتساوي جذر 5 بتساوي 2 وشوية. هيطلع معاك 2.24%. وبالتالي احنا عندنا الإجابة هنا 2.24%. لو أنت ما انتش فاهم الاختصارات اللي أنا عملتها هتعمل ده لوحده، وبعد كده تقسم على 2 × 10^7 وتجيب الأي تربيع، وبعد كده تجيب الأي. رقم 29، سلكان طويلان متوازيان البعد بينهما دي، كلاهما يحمل تيار كهربي شدته 10 أمبير. لاحظ هنا إن التيار متساوي، الأي 1 بتساوي الأي 2 بتساوي 10 أمبير، وفي نفس الاتجاه، يبقى دي قوة التجاذب. إذا كانت القوة المتبادلة بينهما لوحدة الأطوال، القوة المتبادلة لوحدة الأطوال اللي هي الإف على الإل، فإن البعد دي يساوي، هتعوض في القانون عادي، الإف بتساوي ميو على 2 باي، خلاص إحنا عارفين إن هي بتساوي 2 × 10^7 طالما إن هما في الهواء، في الأي 1 في الأي 2 على الدي على طول. طبعا هو هنا قال لك إن هي الإف على الإل دي بتساوي 2 × 10^4، وعندك هنا ده زي ما هو 2 × 10^7، الاي 1 والاي 2 متساويين وكل منهما ب 10 امبير، يبقى في 10 تربيع على الدي اللي احنا عايزين نجيبه. ده بيساوي ده، ده هيساوي 2 في 100 × 10^7، هيديك 2 في 10^5 على الدي. بعد كده هنجيب الدي هنا، فالدي هتساوي 2 في 10^5 على 2 في 10^4، هيطلع معاك 1/10 متر أو 10 سنتي. السؤال رقم 30، يتوقف نوع القوى المغناطيسية المتبادلة بين سلكين متوازيين يمر بكل منهما تيار كهربي على. نوع القوى المغناطيسية بيتوقف على اتجاه التيار في السلكين، لو هما الاتنين في نفس الاتجاه فدي هتكون قوة تجاذب زي ما قلنا فوق، لو التيار في عكس الاتجاه هتكون قوة تنافر. اللي هيختلف أو هنا بسبب اختلاف التيار اختلف نوع القوة، ولكن مقدار القوة نفسه مش هيتغير. القانون بتاعنا هنا اللي هو الإف بيساوي ميو في الأي 1 في الأي 2 في الإل على 2 باي دي، القانون ده ما بيحددش اتجاه القوة، بيحدد المقدار بس، وبالتالي طالما إن مقدار التيارات ما اتغيرش مقدار القوة مش هيتغير، اللي هيتغير بس هو الاتجاه، وبالتالي الاتجاه بيعتمد أو نوع القوة بيعتمد على اتجاه التيار فقط، مقدار القوة بيعتمد على العوامل التانية، وبالتالي هنا هتبقى اتجاه التيار في كل منهم. السؤال 31، في الشكل المقابل سلكان متجاوران متوازيان يمر بكل منهما تيار كهربي، فهم الاختيارات التالية يوضح مقدار الحمد لله واتجاه القوى المغناطيسية المؤثرة على وحدة الأطوال من السلك 2. نفس الفكرة، وحدة الأطوال من السلك 2، يعني احنا هنا عايزين F على ال. طبعا احنا بنقول مقدار واتجاه القوى المغناطيسية المؤثرة على وحدة الأطوال من السلك 2، القوى المؤثرة على السلك 2 هتكون ناتجة
نتيجة تعرض السلك 2 للفيض المغناطيسي الناتج من السلك 1، وبالتالي الاف اللي بيأثر بيها السلك 1 على 2 اللي هي اف 1 2 على ال المتقابل بيساوي البي الناتج من سلك 1 وبيأثر على السلك 2 في الاي 2. وعندك هنا التيار في السلكين في عكس الاتجاه، وبالتالي دي قوة تنافر. وبالتالي قوة تنافر الاتجاه بتاعها هيكون ازاي؟ احنا بنجيب المسافة اللي هتكون من السلك 2، تمام. قوة تنافر يبقى انت عندك ده هيبقى كده وده هيبقى كده، وبالتالي ده ناحية اليمين وده ناحية اليسار، وبالتالي ده هيبقى بي 1 اي 2 والى يمين الصفحة. سلكان طويلان جدا متوازيان يمر في كل منهما تيار كهربي، القوة المغناطيسية المتبادلة بينهما ده الاف. إذا زادت شدة أحد التيارين إلى الضعف، أحد التيارين شدته زادت إلى الضعف والمسافة قلت للنصف، فإن القوة المتبادلة الاف بتساوي الميو في الاي 1 في الاي 2 في ال على 2 باي دي. بيقول لك هنا أحد التيارين زاد للضعف، هنفترض إن الاي 1 هو اللي زاد للضعف، هيبقى 2 اي 1. وعندك الدي قلت للنصف فده هيبقى نص دي. طبعا 2 على نص هيديك 4، وبالتالي الاف هتزيد 4 أمثال. بطريقة تانية، لما ده يزيد للضعف القوة هتزيد للضعف، لما ده يقل للنصف هيزيد للضعف كمان، يبقى زاد 4 أمثال اللي هي 2 في 2. وبالتالي يبقى انت عندك القوة الجديدة بتساوي القوة القديمة اللي هي 1 من 100 في 4 هيساوي 4 من 100 نيوتن. طيب واحد ممكن يشتغل بطريقة تانية، الاف بتساوي ميو في الاي 1 في الاي 2 في ال على 2 باي دي، في تناسب طردي مع الاي 1 لو احنا افترضنا ان ده هو اللي اتغير، وعكس مع الدي، يبقى الاف 2 على الاف 1 بتساوي الاي 1 سميها اي 1 2 اللي هي يعني في الحالة التانية يعني، على اي 1 1 في الدي 2 او الدي 1 على الدي 2، تناسب طردي مع الاي وعكسي مع الدي هيساوي، احنا بنقول ان التيار زاد للضعف فده هيبقى 2 اي 1 وده اي 1 زي ما هو. وعندك هنا الدي قلت للنصف يبقى دي 1 وده نص دي 1، فتشيل ده مع ده تشيل ده مع ده، 2 على نص هيديك 4، وبالتالي الاف 2 بتساوي 4 اف 1. نفس الفكره. السؤال رقم 33، الشكل المقابل يوضح سلكين مستقيمين A و B متوازيين وعموديين على مستوى الصفحة، البعد بينهما 6 سنتي، ويمر بالسلك A تيار شدته 24 أمبير واتجاهه إلى خارج الصفحة. فإذا كان السلك A يؤثر على وحدة الأطوال من السلك B بقوة تجاذب مقدارها، ده برضو القوة المؤثرة على وحدة الأطوال، يبقى ده الـ F على الـ L، فإن شدة واتجاه التيار الممر بالسلك B هذا الترتيب، عايزين هنا الاي بي. احنا قلنا ان مقدار التيار ده لا يؤثر في الايه في نوع القوة، امال ايه اللي بيأثر في نوع القوة؟ اتجاه التيار. هو هنا بيقول لك قوة تجاذب، طالما ان هي قوة تجاذب يبقى التيار في السلكين في نفس الاتجاه، التيار ده عمود على الصفحة الخارج يبقى التيار ده عمود على الصفحة الخارج برضه، يبقى ده غلط وده غلط. طيب تاني حاجة عاوزين نجيب بقى الاي بي الاف على ال، احنا قلنا ان القوه دي متبادله وبالتالي القوتين متساويتين، يبقى اف على ال بيساوي الميو على 2 باي اللي هي 2 في 10 سالب 7 في الاي اي في الاي بي على الدي. نعوض هنا 8 و8 من 10 في 10 سالب 4 بيساوي 2 في 10 سالب 7، الدي 6 سم اللي هي 6 في 10 سالب 2 في الاي اي اللي هي ب 24 في الاي بي. بعد كده نحل هنا نجيب الاي بي، يبقى الاي بي هيساوي الرقم ده في ده مقسوم على ده في ده، يبقى 8 8 من 10 في 6 في 10 سالب 4 في 10 سالب 2 اللي هي سالب 6 مقسوم في او مقسوم على 2 في 24 في 10 سالب 7 هيساوي
ممكن نخلي دي بدل ما هي 24 نخليها 2.4، يبقى ده 10 أس سالب 6 هيروح مع ده، وبعد كده نقسم الباقي. 8.8 في 6 على 2 في 2.4 اللي هي 4.8، هيطلع معاك 11 أمبير. السؤال اللي بعد كده 34 بيقول لك أي من الأشكال البيانية التالية يمثل علاقة بين القوى المتبادلة بين السلكين F وشدة التيار A1؟ المر في السلك الأول عند ثبوت باقي العوامل. ال F بتساوي ميو في ال I1 في ال I2 في ال L على 2 باي دي. بيقول لك هنا العلاقة ما بين ال F وال I1 عند ثبوت باقي العوامل. طبعا دي علاقة خط مستقيم على ال I1 في الميو في الاي 2 في ال ال على 2 باي دي، ده ثابت وبالتالي ده كانه الواي وده كانه الاكس وده الميل، بس علاقه خط مستقيم بدأ من الصفر، وبالتالي الاف والاي 1 هتبقى دي. سؤال 35 اي من اشكال البيانات التاليه يمثل العلاقه البيانيه بين الكوى المتبادله اف بين السلكين والبعد دي بينهما؟ طيب ايه العلاقه بين الاف والدي عند ثبوت باقي العوامل؟ ال F وال D بيتناسبوا عكسيا مع بعض، لو ده زاد فده بيقل، لو ده زاد للضعف ده هيقل للنصف، يعني علاقة عكسية، وبالتالي هتبقى دي. طبعا ده غلط، دي علاقة تناقصية، علاقة خط مستقيم، وشرحناها قبل كده قلنا ليه غلط. عشان دي تكون صح، عشان دي تكون صح، فعلاقة الخط المستقيم لما الميل بيكون سالب ده هيبقى الجزء المقطوع من محور الصادرات. لو انت عايز تكتب المعادلة بتاعت الخط المستقيم ده، فالاف هنا هتساوي الاف نود زائد الام في الدي. هل العلاقه دي هي العلاقه دي؟ غلط طبعا، وبالتالي العلاقتين دول مختلفتين عن بعض، دي علاقه عكسيه ودي علاقه خط مستقيم. طبعا المعادله دي فيزيائيا غلط اصلا، وبالتالي ما ينفعش انت تختار جي، هي العلاقه دي. 36 سلك مستقيم طويل جدا يمر به تيار كهربي شدته 5 امبير، فإن كثافة الفيض المغناطيسي الناتجة عن مرور تيار في السلك عند نقطة في الهواء بعدها العمود عن السلك 10 سنتي. بيقولك هنا إن إحنا عندنا سلك، السلك ده طويل بيمر فيه تيار 5 أمبير، وعايزين كثافة الفيض عند نقطة بتبعد 10 سنتي عن السلك. إحنا عارفين إن البي من قانون أمبير الدائري بتساوي، قايل لك هنا الميو على 2 باي ب 2 في 10 اس سالب 7، يبقى 2 في 10 اس سالب 7 في الاي على الدي بيساوي 2 في 10 اس سالب 7 زي ما هي، الاي ب 5 الدي ب 10، طبعا ده سنتي تضرب في 10 اس سالب 2 هيطلع معاك 2 في 5 ب 10 تروح مع ال 10 هيطلع معاك 10 اس سالب 5 تسلا. بعد كده بيقول لك اذا وضع سلك على بعد عمودي قدره 10 سنتي اللي هو عند النقطة دي، هنحط سلك من هذا السلك سلك آخر موازي للسلك الأول طوله 50 سنتي، يبقى ده طوله 50 سنتي ويمر فيه تيار 2 أمبير، فإن القوة المؤثرة على السلك الثاني اللي هو السلك ده نتيجة تأثره بمجال السلك الأول تساوي، ده سهل خالص. القوة اللي هتأثر على السلك ده هتساوي ايه؟ هتساوي كثافة الفيض المؤثر، طبعا الفيض الناتج عندها هيبقى عمودي اللي هو البي اللي احنا لسه جايبينه، في التيار اللي ماشي هنا اللي هو الاي 2 في الطول المتقابل، طبعا ده سلك لا نهائي الطول، وبالتالي هيبقى الطول المتقابل هو نفسه طول السلك ده. فده هيساوي البي على طول 10 أس سالب 5 في الاي 2 اللي هي ب 2 امبير في ال ال 2 50 سنتي اللي هي نص متر، ده هيروح مع بعض نص في 2 هيديك 10 أس سالب 5 نيوتن، وطبعا ساين ثيتا بواحد لان انت عندك الفيت ده عمودي. بس طبعا واحد تاني هيقول لك انا عاوز استخدم القانون ده، لو استخدمت القانون الاف بتساوي ميو في الاي 1 في الاي 2 في ال L على 2 باي دي هيديك نفس الناتج،
لان انت عندك احنا لسه دلوقتي جايبين ميو على 2 باي دي في الاي 1 ده اعطانا ايه؟ اعطانا البي على بعد 10 سنتي. حطينا السلك هنا وضربنا في الاي 2 في ال. اوكي، فهو هو يعني. السؤال اللي بعد كده: سلكان مستقيمان متوازيان المسافة بينهما في الهواء 2 متر، يمر في كل منهما تيار كهربي في نفس الاتجاه قوة التجاذب، إذا انعدمت كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة في منتصف المسافة بينهما وكانت القوة المؤثرة على متر واحد من أي من السلكين فإن شدة التيار المار في كل من السلكين. بيقول لك هنا إن إحنا عندنا سلكين بيمر فيهم تيار في نفس الاتجاه والمسافة بينهم 2 متر. انعدمت كثافة الفيض عند نقطة في منتصف المسافة. طالما ان انعدمت في نقطة في منتصف المسافة يبقى انت عندك التيار ده متساوي، لان احنا قلنا لو التيار، لو انت عندك سلكين بيمروا فيهم تيار في نفس الاتجاه نقطة التعادل بتكون ما بين السلكين. طيب لو نقطة التعادل في منتصف المسافة معنى كده ان التيار في السلكين لازم يكون متساوي، ال I1 على D1 بتساوي ال I2 على D2، فلو ده بيساوي ده فده هيساوي ده، يبقى انت عندك ال I1 بتساوي ال I2. بعد كده بيقول لك القوة المؤثرة على متر واحد من أي من السلكين. القوة المؤثرة على متر واحد يعني ال L بتساوي 1 متر، والقوة دي مقدارها 4×10^5 نيوتن. عاوزين شدة التيار، نعمل ايه؟ هنعوض في القانون عادي. عندك الاف بتساوي ميو على 2 باي اللي هي 2×10^7 في الاي 1 بيساوي الاي 2 بيساوي اي، يبقى اي تربيع في ال ال على الدي. نعوض بعد كده الاف ب 4×10^5 بيساوي 2×10^7 في ال ال بواحد، المتر الواحد من السلكين. اتفضل عندك اي تربيع على الدي باتنين متر، هتلاقي ان ده بيروح مع ده. هنقسم هنا على 10^7 فده هيروح مع ده وهيطلع فوق تبقى 10^2، او هنا تبقى 10^2 هتطلع فوق 10^2 هيديك 400 بتساوي الاي تربيع، وبالتالي الاي بتساوي جذر 400 اللي هي 20 امبير. بس يبقى انت عندك 20 و20. تمانية وتلاتين، سلكان مستقيمان متوازيان يمر بكل منهما تيار كهربي شدته اي في نفس الاتجاه فتتولد بينهما قوة مغناطيسية اف 1، اذا زاد تيار السلك اي بمقدار 4 امبير زادت قيمة القوة المتبادلة بينهما للضعف، فان قيمة الاي هي. عندنا سلكين اي و بي، هنا بيمر اي وهنا بيمر اي. بيقول لك هنا كان عندنا في الحاله دي القوه المتبادله ما بينهم بتساوي اف 1. بيقول لك لو زاد تيار السلك اي بمقدار 4 امبير يبقى انت عندك هنا لما ده يزيد بمقدار 4 امبير هيبقى اي زائد 4. بيقول لك ان زاد القوة المتبادلة بينهما للضعف، القوة بدل ما هي اف 1 هتبقى 2 اف 1، فان قيمة الاي بتعمل ايه؟ الاف 1 بتساوي ايه؟ الاف 1 او الاف عموما بتساوي الميو في الاي 1 في الاي 2 في ال على 2 باي دي. عندك هنا الحاجة الوحيدة اللي اتغيرت هي التيار اللي ماشي في ده، وبالتالي ده ثابت ده ثابت ده ثابت ده ثابت، وبالتالي الاف بيتناسب مع الاي 1. لما كان عندك الاي 1 بيساوي الاي كانت القوة باف 1،
لما الاي واحد بقى اي زائد 4 القوة بقت 2 اف 1، وبالتالي 2 اف 1 اللي هو ده على الاف 1 بيساوي اي زائد 4 على الاي. هتلاقي ده بيروح مع ده، 2 في اي بيساوي اي زائد 4. بعد كده نجيب ده هنا، 2 اي ناقص اي هيديك اي بيساوي 4 امبير، يبقى الاي بيساوي 4 امبير. بس او ان انت كنت هتكتب المعادله بتاعت الاف 1 وتكتب المعادله بتاعت 2 اف 1 وبعد كده تقسمهم على بعض هيطلع معاك نفس الحاجه، يبقى دي ب 4 امبير. سؤال 39، الشكل المقابل يمثل سلكين مستقيمان متوازيين في نفس المستوى، الأول مثبت أفقيا ومر به تيار شدته 80 أمبير ويقع على مسافة 20 سنتي من سلك آخر معلق بحيث يمكنه الحركة لأسفل ولأعلى، اللي هو ده بيتحرك لأعلى والأسفل عادي. إذا كانت كتلة المتر الواحد من السلك الثاني 12 من 100 جرام على متر، قلنا كتلة المتر الواحد معناها إيه؟ معناها إن أنت بتقسم الكتلة الكلية بتاعت السلك على طول السلك بيديك الإيه؟ الكتلة لكل وحدة أطوال اللي هي الـ M على الـ L. فإن شدة التيار I2 الذي يجب أن يمر فيه حتى لا يسقط بتأثير الجاذبية الأرضية هي، أنت عندك السلك اللي فوق ده مثبت بيمر هنا 80 أمبير، وعندك هنا في سلك تحت ده قابل للحركة عادي. فالسلك ده طالما ان هو قابل للحركة لو انت سبته هيقع، وبالتالي ده بيأثر عليه وزنه لتحت اف جي. عشان السلك ده ما يقعش فلازم يتأثر بقوة مغناطيسية عكس اتجاه القوة دي، بحيث ان القوة المغناطيسية تساوي مقدار القوة دي، وبالتالي محصلة القوة اللي بتأثر على السلك ده تساوي صفر، وبالتالي السلك ده هيفضل ثابت. وبالتالي في قوة مغناطيسية كده انا عايزها بحيث ان الاف تساوي الاف جي. هو هنا بيقول لك عايزين شدة التيار اللي هو الاي 2، لا نشد التيار اي 2 ده اي 1، بحيث ان القوة دي تساوي الاف جي. طيب القوة دي ناتجة من ايه؟ القوة دي ناتجة من قوة تجاذب السلك ده والسلك ده، لأن التيار فيهم في نفس الاتجاه هتنشأ بينهم قوة تجاذب، وبالتالي قوة التجاذب ما بين السلكين ده ما بين السلكين دول المفروض تساوي قوة الوزن بتاعت السلك ده. في الحالة دي الإف بتساوي الإف جي وفي عكس الاتجاه، وبالتالي السلك هيفضل ساكن. طيب الإف اللي هي قوة التجاذب ما بين السلكين هتساوي إيه؟ تساوي الميو في الأي 1 في الأي 2 في ال L على 2 باي دي، والاف جي بتساوي الام في الجي. ايه المعطيات اللي عندك؟ طبعا الميو على 2 باي 2 في 10 سالب 7، الاي 1 ب 80، الاي 2 انا عايز اجيبها، ال اللي مش عندي اللي هو الطول المتقابل ما بين السلكين اللي هو نفسه طول السلكين او طول احد السلكين، لان هو هنا السلكين قد بعض، على الدي بكام؟ ب 20 سنتي اللي هي 20 في 10 سالب 2 بيساوي الام في الجي، الجي بكام؟ ب 10 متر على الثانية تربيع. لو انت ركزت كده، والال زي ما هي، لو انت ركزت هتلاقي ان الام والال هما الحاجتين اللي ايه؟ اللي مجهولين. لكن هو عطيك هنا في المعطيات ان الام على ال اللي هي كتلة وحدة الاطوال من السلك الثاني بتساوي 12 من 100 جرام لكل متر، وبالتالي لو انت قسمت هنا على ال وهنا قسمت على ال هتلاقي ان ال بتروح مع ال، هنا الام على ال على طول تعود عنها ب 12 من 100 جرام لكل متر، خلاص كده السؤال اتحل. وبالتالي انت عندك هنا هنجيب الاي 2 في طرف لوحده هيساوي ام على ال 12 من 100 جرام، هتحول من جرام لكيلو جرام تضرب في 10 سالب 3 في ال 10 في 20 في 10 سالب 2، كل ده مقسوم على 2 في 80 في 10 سالب 7. بس
ممكن تشيل حاجات مع بعضها او تعملها بجدول حسب زي ما تحب، ده مع ده مع ده مع ده. بعد كده عندنا صفر مع صفر، عندك بعد كده عندنا 20 على 2 فعل 10، هيطلع معاك هنا 12 في 10 120، 120 على 8 اللي هي 15. بس او اعملها بالآلة الحاسبة زي ما انت. السؤال رقم 40، في الشكل الموضح إذا تحرك السلك الأول شرقا بسرعة منتظمة في أي من الأشكال البيانية التالية يمثل علاقة بين قيمة القوة المتبادلة بين السلكين F والزمن T. طيب لما السلك ده يتحرك كده البعد ما بين السلكين هيزيد، واحنا عارفين ال F بتساوي الميو في ال I1 في ال I2 في ال L على 2 باي دي. لما الدي بتزيد اللي هو البعد ما بين السلكين، ال F بتقل. طبعا دي هتبقى غلط على طول بدون ما تفكر، الاف هنا ثابته، طبعا دي غلط، الاف هنا بتزيد، وبالتالي الاجابه المفروض واحده من دول. انهي الصح بقى؟ بدون ما ندخل في المعادلات، احنا هنا بنقول ان الاف بتتناسب عكسيا مع البعد ما بين السلكين، دي علاقه خط مستقيم زي ما احنا لسه قايلين من شويه، وبالتالي دي مش هتنفع، وبالتالي العلاقه بتاعتك هتبقى دي. في الاول قبل السلك ده ما يتحرك كان عندك دي، وبالتالي انت بادئ من ايه؟ عند التي بتساوي صفر قبل ما الزمن يبدا، او عند النقطه اللي لسه السلك هيتحرك فيها كان عندك فيه قوه ما بين السلكين لها قيمه معينه. بعد كده السلك ده مع بدايه الزمن السلك ده بيتحرك، بعد فتره هيجي هنا عند تي مثلا بتساوي 1 من 10 ثانيه ولا حاجه، فانت عندك هنا الدي بتزيد وبالتالي الاف بتقل، وبالتالي انت عندك هنا بادئ من قيمه معينه وقيمه القوه دي بتقل مع الزمن. بمعنى انت عندك هنا الاف بتساوي ميو في الاي 1 في الاي 2 في ال على 2 باي الدي اللي عندك زائد المسافه اللي هيتحركها مع الحركه اللي هي الاكس. طب الاكس بتساوي ايه؟ السرعه بتاعتك بتساوي الاكس على التي اللي هي المسافه على الزمن، وبالتالي عندك الاكس بتساوي الفي في التي، وبالتالي هتبقى ميو في الاي 1 في الاي 2 في ال على 2 باي دي زي ما هي زائد الاكس اللي هي في في التي. الفي ثابته عندك هنا لما التي كان بصفر المقدار ده او ده بصفر، وبالتالي الاف بتساوي ميو في الاي 1 في الاي 2 في ال على 2 باي في الدي اللي هي الحاله الاولانيه، وبالتالي الاف نوت. كل ما التي بيمر كل ما الزمن بيمر كل ما المقدار ده بيزيد، وبالتالي المقدار ده كله بيزيد، وبالتالي الاف بتقل، وبالتالي العلاقة بتقل. رقم 41، سلكان مستقيمان متوازيان طول كل منهما 50 سنتي، والمسافة بينهما في الهواء 20 سنتي، يمر في السلك الأول تيار شدته I1، وفي السلك الثاني تيار شدته I2 بيساوي 10 أمبير في الاتجاه الموضح بالشكل. إذا علمت أن كثافة الفيض الكلية عند النقطة B عند منتصف المسافة هي، فإن القوة المتبادلة بينهما تساوي. عندك النقطة B في منتصف المسافة والبعد ما بينهم 20 سنتي، بدأ 10 سنتي وده 10 سنتي. التيار اللي تحت ده اللي هو الاي 2 بيساوي 10 امبير وده الاي 1، وبقول لك ان الطول بتاعهم اللي هو ال L بيساوي 50 سنتي. كثافة الفيض عند النقطة B بيساوي 6 في 10 سالب 5 تسلا، وبقول لك هنا عايزين القوة المتبادلة. القوة المتبادلة ما بين السلكين اللي هي ال F هتساوي ميو على 2 باي في الـ I1 في الـ I2 في الـ L على D. أنا عشان أجيب القوة دي محتاج إيه؟ محتاج يكون عندي الميو عندك، فلما ما بتكلمش يبقى دي بتاعت الهواء. محتاج
محتاج يكون عندك الاي 1 مش عندك، الاي 2 عندك، ال عندك، الدي عندك، وبالتالي انا محتاج اجيب من هنا الاي 1. طيب اجيب الاي 1 منين؟ قايل لك ان عند النقطه بي اللي هي في منتصف المسافه بين السلكين كثافه الفريق ب 6.5. عندك هنا التيار في السلكين في عكس الاتجاه، معنى كده ان محصله كثافه الفيل عندها نقطه بين السلكين هتجمع الفيل الناشئ من ده لاعلى، الفيل الناشئ من ده لاعلى، وبالتالي ال 6.5 دي اللي هي البي بي بتساوي البي 1 زائد البي 2 عند النقطه دي. ميو على 2 باي اللي هي 2 في 10 سالب 7، ده عامل مشترك على الدي اللي هو البعد ما بين كل سلك والنقطه دي برضه عامل مشترك اللي هو 10 في 10 سالب 2. هيتفضل عندك الاي 1 زائد الاي 2. فاهم انا عملت ايه؟ انت عندك القانون بتاعك البي بتساوي 2 في 10 سالب 7 اي على الدي. فانت عندك 2 في 10 سالب 7 عامل مشترك، والدي اللي هو البعد ما بين كل سلك والنقطه دي عامل مشترك، خدتهم بره، وبالتالي اتفضل اي 1 زائد اي 2. ده هيساوي عندك هنا ده هيبقى 10 في 10 سالب 6 2 ب 10 سالب 1، وعندك هنا تبقى 10 سالب 6 يبقى ده 2 في 10 سالب 6، وعندك البي بي ب 6 في 10 سالب 5. تعمل ايه؟ هنخلي دي 10 سالب 6 او تقسم ده على ده، هيطلع معاك 6 على 2 فيها 3، و10 سالب 5 على 10 سالب 6 هيديك 10 بتساوي اي 1 زائد الاي 2. انا عندي الاي 2 ب 10، وبالتالي الاي 1 بتساوي 30 ناقص ال 10 هيديك 20 امبير. بعد ما جبت الاي 1 اللي هي ب 20 امبير هعوض هنا اجيب الاف، وبالتالي الاف بتساوي ميو على 2 باي اللي هي 2 في 10 سالب 7 في الاي 1 ب 20 في الاي 2 ب 10 في ال اللي هو نص متر اللي هي 50 سنتي، كل ده مقسوم على الدي اللي هي ب 20 سنتي، 20 في 10 سالب 2. لاحظ هنا ان احنا بنجيب الدي هنا، الدي دي كانت البعد ما بين كل سلك والنقطه بي، وبالتالي ده كان ب 10 سنتي، لكن الدي في القانون ده بتاع الاف ده البعد ما بين السلكين. طيب عندك نص في 2 روحوا مع بعض، 20 هتروح مع 20، هتفضل عندك 10 في 10 سالب 7 ب 10 سالب 6 تديك 10 سالب 4 نيوتن. سؤال 42، في الشكل الموضح اذا كانت النقطة اكس موضع التعادل. النقطة اكس موضع التعادل معنى كده ان عند النقطة اكس محصلة كثافة الفيض بصفر، والقوة المؤثرة على المتر الواحد من اي من السلكين هي ال ال بتساوي 1، يبقى الاف بتساوي 12 في 10 سالب 6 نيوتن، فان شدة التيار اي 1 واي 2 تساوي. بتستخدم المعطيات اللي هو عطاها لك عشان توصل للحل. هو هنا اعطيك معطيين، ايه هما المعطيين؟ المعطي الاول نقطة التعادل، البعد ده ب 20 سنتي وده ب 10 سنتي وده اي 2 وده اي 1، بيقول لك ان النقطة دي هي نقطة التعادل. معنى النقطة دي نقطة التعادل، احنا عارفين ان عند نقطة التعادل الاي 1 على الدي 1 بيساوي الاي 2 على الدي 2، فاقدر اجيب علاقة ما بين الاي 1 والاي 2. بعد كده عطيك القوة المؤثرة على المتر الواحد من اي من السلكين، فانت هتجيب برضو علاقة تانية ما بين الاي 1 والاي 2، هتقدر تجيب بعد كده الاي 1 والاي 2. المهم يبقى انا عندي هنا الاي 1 على الدي 1 اللي هي 30 سنتي البعد ما بين السلك ده والنقطة دي بيساوي الاي 2 على الدي 2 اللي هي 10 سنتي، صفر هيروح مع صفر، هتلاقي ان الاي 1 بتساوي 3 اي 2. نيجي بعد كده المعلومة التانية، ان القوة المؤثرة على المتر الواحد اللي هي الاف بتساوي
ميو على 2 باي اللي هي 2 في 10 سالب 7 في الاي 1 في الاي 2 والال بواحد على الدي اللي هي البعد ما بين السلكين اللي هي دي. خلاص دلوقتي اعطيك قيمة القوة دي بكام؟ ب 12 في 10 سالب 6 نيوتن. هتعمل ايه؟ هتعوض عن الاي 1 ب 3 اي 2 وتجيب الاي 2 وبعد كده تجيب الاي 1. تعال نعوض هنا بقى 2 في 10 سالب 7 الاي 1 تبقى فيه 3 اي 2 في الاي 2 تبقى اي 2 تربيع على الدي 20 في 10 سالب 2 بيساوي 12 في 10 سالب 6. بس هنيجي هنا تضرب ده في ده وتقسمه على 2 في 10 سالب 7 في 3 او اللي انت تاخدها واحده واحده 2 3 6 12 على 6 فيها الاثنين. بعد كده ده هيبقى اي 2 تربيع بيساوي 2 في 10 سالب 6 في 20 في 10 سالب 2 على ده هيطلع معاك 1 في 20 ب 40 تطلع معاك ب 4. وبالتالي اي 2 بتساوي جذر ال 4 اللي هي 2 امبير. جبنا الاي 2 ب 2 امبير يبقى الاي 1 بتساوي 2 في 3 اللي هي 6 امبير. يبقى الاي 1 ب 6 والاي 2 ب 2. زي ما قلت لك الاختصارات اللي انا بعملها دي لو انت ما انتش فاهمها كل اللي هتعمله هتضرب ده في ده من غير اختصار بعد كده تقسمه على 2 في 3 في 10 سالب 7 جبت الاي تربيع بعد كده تاخد الجذر هتجيب الاي. رقم 43 في الشكل المقابل سلكان ا ب وج د افقيان وفي مستوى راسي واحد والبعد بينهما 2 سم. السلك ا ب طوله 1 متر وكتلته 5 جرام وحر الحركة رأسيا يبقى ده حر الحركة رأسيا ممكن يقع كده عادي. والسلك ج د يمر به تيار شدته 50 امبير. طبعا التيار اللي هيمشي في ده اللي هو ج د ده لو هو ملامس لاحظ ان ده ملامس يعني هو كده لو انت سبته هيقع. في الحالة دي التيار اللي هيمشي هنا هو نفس التيار اللي هيمشي في السلك ا ب. بإهمال تأثير كثافة الفيض الناشئة عن الأسلاك الرأسية الفيض الناشئ من السلك ده هيأثر هنا هو هنا بيقول لك بإهماله. علما بأن الجي بتساوي 10 متر على ثانية تربيع عاوزين القوة المحصلة المؤثرة على السلك ألف ب. القوة المؤثرة على السلك ألف ب هنجيبها ازاي؟ سلك ألف ب بيتأثر بقوتين هنرسم بس السلك ألف ب والسلك ج د. ده عندك السلك ا ب والسلك ج د اهو. عندك السلك ده ماشي فيه تيار كده 50 امبير. طبعا احنا ما رسمناش الباقي. ال 50 امبير دي هي نفسها التيار اللي هيمشي هنا 50 امبير. السلكين دول بيمروا فيهم تيار في عكس الاتجاه وبالتالي هتنشأ بينهم قوة تنافر وبالتالي في هنا قوة مغناطيسية قوة تنافر بالشكل ده سميها F. وعندك السلك ده قابل للحركة وبالتالي هتنشأ هنا أو سوري عنده في قوة وزنه بتأثر لتحت وبالتالي أنت عندك هنا في قوتين قوة رأس قوة الأعلى وقوة الأسفل. محصلة القوة اللي بتأثر على السلك ألف ده بتساوي القوة الكبيرة ناقص القوة الصغيرة. أنا دلوقتي محتاج إيه؟ محتاج أجيب الـ FG والـ F وأشوف الكبير وأطرح منه الصغير. عندك الـ FG بيساوي الـ M بتاعت الـ ا ب في الـ G بيساوي قال لك هنا إن الـ M بـ 5 جرام تبقى 5 في 10 سالب 3 عشان تحول من جرام لكيلو جرام في الـ G اللي هي بـ 10 هيطلع معاك 5 في 10 سالب 2 نيوتن. عندك ال F دي هي قوة التنافر ما بين السلكين وبالتالي ال F بتساوي ميو على 2 باي اللي هي 2 في 10 سالب 7 في
الاي 1 في الاي 2 التيار نفس التيار 50 تربيع، وعندك طول السلك ده هو نفسه الطول المتقابل اللي هو طول 1 متر بواحد على البعد ما بينهم، قايل لك بكام بقى؟ ب2 سنتي اللي هي 2 × 10 سالب 2، هيطلع معاك ده هيروح مع ده 50 تربيع خمسة وعشرين في 10 سالب 3، 25 × 10 سالب 3 اللي هي 25 من 1000 نيوتن، اللي هي ده هيجي هنا هتبقى 2.5 × 10 سالب 2 نيوتن. بس بعد كده هتلاقي ان القوة دي اكبر من دي، قوة الوزن اكبر من قوة التجاذب، سوري قوة التنافر ما بينهم. يبقى انت عندك هنا سيجما الاف المؤثرة على الالف ب بيساوي الاف ناقص او الاف جي ناقص الاف بيساوي 5 × 2.5 هيديك 2.5 × 10 سالب 2 نيوتن زي ما هو عاملها هنا اللي هي الرقم ده 25 من 1000. بعد كده البعد اللازم بين السلكين لاتزان السلك أ ب، عشان السلك ده يتزن فلازم تكون القوتين دول متساويتين. طبعا قوة الوزن مش هتتغير صح، وبالتالي القوة F هي اللي هتتغير. طيب ال F كانت أقل من ال F G، عشان نزود ال F هنعمل ايه؟ عشان نزود ال F لازم السلكين دول يقربوا من بعض. احنا عارفين لسه كاتبين القانون دلوقتي، ال F بتساوي ميو في ال I1 في ال I2 في ال L على 2 باي دي. التيار مش هيتغير والطول المتقابل مش هيتغير، عشان ال F تزيد فدي هتقل. لو انت ركزت كده هتلاقي في الوضع اللي هم فيه ده قوة الوزن ضعف ايه؟ ضعف القوة بتاعة التنافر المتبادلة. احنا عايزين قوة التنافر تساوي قوة الوزن، يعني ده يزيد للضعف، عشان ده يزيد للضعف فدي هتقل للنصف بس، وبالتالي ده هيبقى في النص كده، فالبعد الجديد هيبقى 1 سم على طول. فاهم حاجة؟ انت عندك هنا الاف جي بتساوي 2 اف، عايزين الاف ده يزيد للضعف بحيث ان هو يساوي الاف جي، لان الاف جي مش هيتغير، وبالتالي دي البعد ما بين السلكين دول المفروض يقل للنصف، بدل ما هو كان 2 سنتي يبقى 1 سنتي. طيب لو انت ما انتش عارف الحته دي تعمل ايه؟ هتساوي، احنا عايزين الاف جي يساوي الاف، او الاف يعني هو اللي يساوي الاف جي لان الاف جي مش هيتغير. نعمل ايه؟ الاف جي بكام؟ ب5 × 10 سالب 2 نيوتن. بعد كده تعوض في القانون بتاعك 2 × 10 سالب 7 في الاي 1 في الاي 2 50 تربيع الطول المتبادل ما بينهم اللي هو 1 على الدي، وتجيب الدي هيطلع معاك 1 سم. يبقى انت عندك ده 25 من 1000 نيوتن وده 1 سم اللي هو 1 من 100 متر.